لبنان النابض ببداية القرن العشرين وبكاتدرائية سان لويس ببدريس. راهب كابوشي رسول راعي ماشي على خطى بيومار فرانسيس، مهمته ورسالته الأولى والأخيرة يكون أداة سلام. هنيك انوجدوا الكبوشية من مئات السنين، والكاتدرائية شيدوها سنة 1868 وتحولت لمكان بعشب الحياة. احتفالين جمعت قادة الجيوش والسفراء والحركات الرسولية وآلاف الأشخاص من كل الأعمار. سنة 1914 الحرب العالمية الأولى حلت بتقلة على حياة الرعية. الأخوة الكبوشيين الشباب دعوا للخدمة بالجيش، والسلطات التركية طردت الباقيين. سلم الأب جيروم لأبونا يعقوب رئاسة الرسالة وإدارة شؤون الرهبنة. دير سان لويس رح ينهب، وأبونا يعقوب وإخوته بيتلقوا الدير مرغمين، بيناموا الليل بالشارع بحي اليسوعية. أبواب الدير تختم بالشمع الأحمر. بهالظروف الصعبة واجه أبونا يعقوب عدة مخاطر، إلا أنه نجي منا جميعا بفضل العناية الإلهية. قلبه على البؤساء، الحرب خلفت الكوارث والمجاعة، ومن أعمال الرحمة اللي كان يقوم فيها دفن الموتى كان يلاقيهم مرميين على الطرقات وبالشوارع. طريقة أبونا يعقوب كانت مرتكزة على واقع، بدل ما نستدعي الناس إلنا أفضل نروح لعندهم. بعد ما انتهى أبونا يعقوب من تقديم المساعدات لشعبه رجع يشتغل لتحقيق مشروع قديم بلش معه من سنة الابتداء، وقت اللي كان يقول: من وقت دخولي لرهبة الكبوشيين سنة 1893 كنت فكر دايما اني ارفع بوطني لبنان صليب جبار على احدى قمم جباله، وهيك صار.